العرضة اليوم عليكم هي فيديوهات تم تصويرها بكاميرا الجو برو، وهي فيديوهات جدا من الصعب انك تشوفها، وانا بهذا الفيديو هشرح لكم كل شيء. لكن قبل نكمل الفيديو كالعادة قطعت وانا بعتذر، فاذا انت الحين قاعد تشوف الفيديو هذا ابغى نوصل الفيديو هذا لاكبر عدد من اللايكات، حمسوني باللايكات واكتبوا لي كمان بالكومنت، ويلا نبدأ الفيديو ولا تنسوا الاشتراك. كثير من الناس اللي بيحبوا انه يسووا استكشاف بيحبوا انه يروحوا للسكك الحديدية، والسكك الحديدية دائما يكون فيها خطر، ومعظم السكك الحديدية دائما تكون مسكرة او لإعادة التصليح، وكمان حتى السكك هذه مرات ما يشيلوها اذا هي خربانة فبيصير فيها خلل، وبعد من السكك هذا بيسووا لها اعادة تصنيع وكمان بيخلوها لاشغال ثانية، واكثر الاوقات بيخلوها في مكانها وما يلمسوها ابدا. كثير من الناس يحبوا انهم يستكشفوا هذه السكك الحديدية اللي اصلا ما حدا يروح لها، والبعض انه يفكر السكك الحديدية اللي اصلا ما احد يدخلها بسكك حديدية شغالة. وهذا الفيديو تم تصويره في مكسيك لشخص اسمه براين غارسيا، هو وصديقه وقتها دخلوا على نفق، وهذا النفق فكروا انه السكك الحديدية هذه مش شغالة وهي اصلا كانت شغالة. شوفوا مع الفيديو. هم اصلا ما كانوا مهتمين ابدا للشيء اللي قاعد يصير، وكانوا اصلا مفكرين انه السكك هذه هي اصلا مشغالة، وصار يسمعوا انه في قطار جاي بالطريق. أول ما سمعوا القطار إنه هو جاي صاروا وقتها يركضوا بسرعة. هم أصلاً ما كانوا عارفين إنه القطار كان كثير قريب عليهم، لما صاروا يسمعوا صوت الزمور، وكان أصلاً القطار بعيد عليهم فقط 3 ثواني، وقتها هم نجوا بإعجوبة. وهذا الفيديو الثاني هو كمان فيديو مشابه للفيديو اللي قبل، 2 أشخاص دخلوا على سكك حديدية، هم أصلاً مفكرين إنه السكك الحديدية هذه أو السكة الحديدية هذه هي اصلا مو شغاله، وهي كانت بالفعل شغاله، واثنينهم دخلوا على السكه هذه وكانوا معاهم دراجاتهم. لكن الصدمه انه الشخص اللي اصلا معه الجو برو هو اصلا كان ماخذ وقت كثير لحتى يطلع من السكه هذه، وصاحبه هو اصلا كان يركض، وزي الفيديو الماضي هذا الشخص كمان كان بس باقي له 3 ثواني هو وقتها ينقض عليه. اما بموضوع الدببه يا شباب، ترى الدببه كل دب اخطر من الثاني، في دبب سوداء وفي دبب كمان الوان ثانيه، دبب بنيه، فانا بقول لكم ان الدببه هذه انت لازم تخافوا منها لانه معظمهم هم اصلا خطيرين، جدا خطيرين. ويقولوا اذا انت شفت اصلا دب اسود انت لازم تقاتل الدب هذا باي شيء عندك، واذا انت شفت اصلا دب بني انت اصلا ما لازم تقاتله ابدا ولازم تهرب. وافضل طريقه للدبب البنيه انك تسوي حالك انه انت اصلا ميت. وهذا الفيديو تم تصويره باي شخص كندي اسمه ريتشارد. ريتشارد وقتها شاف من بعيد انه في اصلا دب، وهذا الدب كان جاي بطريقه. الدب وقتها اصلا هو كان بده يهاجمه وصار يركض عليه، ووقتها الدب نط عليه وهاجمه، لكن لحسن الحظ الرجال ما صار له اي شيء، وقتها هو مسك الكاميرا ورجع وكأنه ما صار أي شيء. وهذا الفيديو تم تصويره باي شخص اسمه مارك روبرتس، هو وقتها كان يتسلق، وروبرتس صار معه حادث، هو أصلا هو كان يتسلق وقتها الثلج جاء من فوق، وهذا الثلج أثر عليه والرجال وقتها طاح، ولحسن الحظ روبرت ما صار له أي شيء لكن بس رجله انكسرت. ذول الزوار اللي كانوا أصلا بدراجاتهم شافوا شيء جدا صادم، الشخص وقتها اللي جاء كان هو أصلا حرامي وكان أصلا معه سلاح، وصار يقرب عليه وصار يتكلم معه بلغة أرجنتينية ومو مش فاهمها أصلا، وصار يقول له كلام مو فاهم، فوقتها هو وقتها عطاه الدراجة اللي هو كان راكبها، لكن هو أصلا الحرامي ما كان بده الدراجة، وصار وقتها يلحقه وصار يقول له عطني عطني، هو أصلا كان معه بالحقيبة كاميرات جدا غالية. أما بهذا الفيديو الرجال هذا كان يبغى يبيع دراجته، ودراجته هذه كان دراجة غالية وكان يبيعها بمتجر الموجود بالفيسبوك، لكن بعدها شاف إنه البنت وقت ما كانت تفحص الدراجة شاف إنه في رجال جاي من بعيد، وهذا الرجال هم اصلا كانوا متفقين مع بعض وكانوا يبغى يسرقوه، هم اصلا كانوا عصابه، والعصابه هذه اول ما الرجال صار يركض البنت اصلا هي وقتها يعني ما اهتمت للموضوع ولا قالت له انت ليش قاعد تهرب، وبعدين شاف انه في رجال جاي من نص الشارع، وهذا الرجال كان معهم من العصابه،
ولحسن الحظ الرجال هرب بالمباريات. وكمان بكأس العالم دائما يصير في ضربات، وحتى مرات الضربات هذه توصل لمظاهرات. وبهذا الفيديو صار في مظاهرة أو صار في ضرابة، والتحدي أو اللعبة هذه اللي صارت الكرة القدم كانت هنغاريا. شوفوا شو صار. وبهذا الفيديو كمان كان في 9 ناس كانوا يسوون الشيء اللي صار انه الطيارتين وقتها كانوا بيصدموا بعض، والناس اللي كانوا بيسوون سكاي دايفين كان حيصير لهم شيء، لكن ولا واحد صار له اي شيء. الطياره هذه صار فيها حادث، وهذا هو اخر فيديو لليوم. الحادث اللي صار انه الطياره اصلا ما قدرت توصل للمكان اللي هي كانت راحت له، فعشان كده سوت شيء اسمه الهبوط العاجل، وهم اصلا هبطوا في بحر، وهذا البحر المي وقتها صار يدخل لجوا. لحسن الحظ الناس اللي كانوا موجودين في الطياره كلهم ما صار لهم اي شيء، لكن لسوء الحظ بنت من البنات اللي كانوا موجودين في الطياره هذه صار معها ازمه قلبيه، والبنت وقتها اتوفت.